اللاعب عبد القادر طارق يشارك كورة أفضل 3 أهداف خلال مسيرته الكروية، نشاهد. السلام عليكم مشاهدين برنامج كورة، نستعرض لكم أبرز 3 أهداف في مسيرتي الكروية. الهدف الأول عندما كنت في بيت الكرخ، يعني بداياتي، هدف اعتز به عند وفاة والدي الله يرحمه بعد 4 أيام، أنه هدفي على نادي الشرطة، واحتفلت في الهدف أنه رفعت صورة والدي الله يرحمه. خطيرة عبودي، الله، كناري الكناري الكناري، أوه أوه، الوفاء للراحل لوالده عبودي لطارق عزيز، الوفاء لوالده، لكن ياهو هدف. الهدف الثاني كنت مع الطلبة مع الكابتن يوب الدريشة، أودي له تحية، والكابتن يونس محمود، يعني غني عن التعريف، صاحب الانجازات، يعني من افضل المواسم اللي لعبتها معاه، استفادت منه الكثير. هدفي كان انه هو صنع لي الهدف امام الجويه وانا سجلت الهدف. الكره وهدف التعديل، عبودي 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 يعدل. الهدف الثالث مع نادي الشرطه، كانت المباراه صعبه في زاخو، واخر دقيقه تقريبا 92 سجلت هدف الفوز على نادي زاخو. عندما كره الهدف الثاني، جول جول جول، قاتل من القاتل انت بـ10 لاعبين.